كان عندي فاينل بتوت الجونة وساعتها كان في نفس الوقت الوداد اللي هو نهائي بالظبط دوري ابطال بالظبط. افريقيا. وساعتها يعني انا كنت رايح المغرب اصلا، يعني انا كنت انت لو ما لو كانش ما كنتش عندك عندي بطولة بطولة كنت رايح كنت المغرب. هتروح، انت من بالظبط. النوع اللي بتروح ورا الاهلي في اي بقى في مكان. اي حتة. لا انا كده كده يعني كلنا من واحنا صغيرين كده، وخالي برضو يعني عودني انا اروح الاستاد وكده ايام بجد. ده كابتن من قبل ما محمد. تبقى لاعب محترف اصلا، انتوا كده يعني دي حاجة من قبل عندكم في يعني. العيلة يعني. لا ده يعني الاهلي حياة يعني. الاهلي ده احنا وراه بالظبط كده. في كل حتة. فانت انا يعني انا شفت لك اللقاء ان انت اول حاجة سألت عليها هو الاهلي كام؟ كنت بلعب واحد اسمه جول ميكن، ماتش جامد قوي، و2-0 ليا، 2-1 2-1. وبعديها انا بساله حد جنبي كده، قلت له الاهلي كام كام، عشان عارف ان هو متابع واهلاوي وكده، فقلت له الاهلي كام كام، فقال لي لا 0-0 لسه. وشه ما كانش عاجبني، اللي هو حاسس ان في حاجة يعني حاسس ان في حاجه مخبي كده يعني. بالظبط. فانا لما رحت بقى خدت الصدمه على الهوا، يعني انا خدتها على الهوا على طول بقى، والراجل قال لي كام. فانا كنت فاكر ان لسه يعني انا عايز ما تخيلتش. بالظبط. بس ما حدش كان يتخيل طبعا ان السيناريو هيمشي بالشكل ده يعني، فانت اكيد برضو اتصدمت صدمة لا طبعا يعني ويعني كل حاجه ما كانتش جاهزه ساعتها النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي عودنا على البطولات، بالظبط. ويعني انت تلعب برضو بطوله في ملعب الخصم كانت حاجه صعبه جدا. ويعني انا ساعتها اللعيبه دايما عودتنا ان هي هترجع تاني، وده جمهور دايما في ظهر النادي، وان شاء الله يعني الاهلي افريقيا لسه جاي كتير إن وعندنا شاء منها الله. كتير.